بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا في مؤتمر قسم علاج الاورام لطب جامعه الاسكندريه، وبنقوم بعمل ندوه تعريفيه عن سرطان الثدي. انا دكتور شريف الزواوي، استاذ مساعد علاج الاورام. بيشرفنا النهارده استاذ الدكتور علا صقر، استشاري علاج الاورام في معهد البحوث الطبيه، والاستاذ الدكتور هبه حسن، استاذ مساعد اشعه تشخيصيه كليه الطب جامعه الاسكندريه. هنبدأ إن شاء الله بأول سؤال جالنا عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. في الحقيقة الكشف المبكر من الحاجات المهمة جدا جدا في سرطان الثدي. ليه؟ لأن المرحلة اللي بيتم فيها اكتشاف المرض بتأثر على نتيجة العلاج، اللي هي إيه؟ اللي هي الشفاء التام إن شاء الله. كل ما كان الاكتشاف تم في مرحلة مبكرة، كل ما نسب الشفاء بتزيد. في المراحل المبكرة بتوصل ل 95% من السيدات بيتم شفائهم. عشان كده في برامج كتيرة للكشف المبكر عن الأورام لسرطان الثدي بالذات في السيدات. بحب أقدم دكتورة علا صقر تبتدي تشاركنا برضو تقول لنا رأيها. شكرا دكتور شريف. اهلا دكتور هبه. في السؤال الثاني اللي جه، اول علامات سرطان الثدي. احنا من خلال الندوه دي عايزين بس نقول في الاول ان احنا عايزين ننشر الوعي بين الناس عن سرطان الثدي والكشف المبكر زي ما دكتور شريف قال، ونزيل الخوف والقلق من المرض نفسه ومن علاجه، لان الناس مش بتخاف من المرض بس، بتخاف من العلاج كمان. فاول في سؤال ثاني جالنا، اول علامات سرطان الثدي. من اول علامات اللي الست تاخد بالها منها، او انا بحب اقول دايما البنات والسيدات لازم يعرفوا الشكل الطبيعي بتاع الثدي بتاعهم الاول، عشان لو حصل اي تغيير يقدروا ياخدوا بالهم منه. من الحاجات اللي لو حاجه موجوده طول عمرها السيده عندها مفيش منها قلق، لكن التغيير اللي بيطرأ هو ده اللي السيده تنتبه له. من اول العلامات اختلاف حجم الثدي. لو هي السيده عندها طبيعي حجم ناحيه اكبر من ناحيه طول عمرها مفيش فيها مشكله، طب حجم الثدي ناحية بدأت تزيد لازم تنتبه للنقطة دي. ظهور بروز في الثدي، ظهور احمرار على منطقة في الثدي، ظهور زي ما بنقول دخول في الجلد، في من جلد الثدي، جزء كده من الجلد بدأ يتسحب لجوه. افرازات من حلمة الثدي، افرازات لونها احمر او لونها اصفر، دي من العلامات المهمة جدا. انسحاب حلمة الثدي للداخل او التغير اتجاهها، دي مهمة جدا برضه. في علامة بتظهر بنسميها باللغة الطبية بودورانج، أو بالعربي كده اسمها قشرة البرتقال. بنلاقي جلد الثدي بدأ يظهر عليه تنقير، بينقر كده بالظبط شبه قشرة البرتقال، دي من العلامات المهمة جدا وللمريضة لازم تنتبه لها. لو جزء فيه ألم أو إحمرار في منطقة معينة مش بيروح، دي كلها علامات لازم الست تنتبه لها، وعلى طول ترجع للطبيب تاخد رأيها فيها على طول. وهي اهم حاجه برضو ان السيده ما تخافش، ان في ناس كتيره بتخاف انها تروح تكشف، وده بيؤدي انها ان الامور بتتفاقم او حجم الورم بيزيد او يتم اكتشافها في مرحله متاخره. فاي تغير احنا ده اللي بننصح بيه، اي تغير طرأ على الثدي لازم السيده بتكون الكشف على نفسها دون اي خوف او اي تردد. سؤال تاني دكتور شريف، انواع العلاجات المختلفه لسرطان الثدي. طبعا في علاجات كتيرة لسرطان الثدي، من أول العلاج الجراحي، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، العلاج الهرموني، العلاج الموجه، العلاج المناعي. كل سيدة مفيش حد زي التاني، كل مريض له بروتوكول الخاص بالعلاج بتاعه. مفيش حاجة اسمها إن يعني كل السيدات هياخدوا علاج كيميائي، أو كلهم هياخدوا علاج إشعاعي، أو الكل هياخد العلاج. الكلام ده غير سليم. كل مريض بيتم تفصيل البروتوكول العلاج الخاص بيه حسب حجم الورم، الغدد الليمفاوية، السن عامل مهم، مدى الاستجابة للعلاج الهرموني أو للعلاج الموجه. في تحاليل دلوقتي بتتعمل على الأنسجة بتبين لنا المريضة دي ممكن تستجيب لأي نوع من العلاجات. العلاجات كلها متوفرة الحمد لله، سواء على نفقة الدولة علاج مجاني، أو في التأمين الصحي برضو معظم الأدوية موجودة. فيعني مفيش أي مشكلة في توفير العلاجات بتاع سرطان الثدي.
هل في بعض السيدات بتخاف من الآثار الجانبية من العلاجات، وخصوصا اللي هو العلاج الكيميائي؟ برضو ممكن دي فكرة تكون يعني قديمة شوية. حاليا في أدوية عشان تمنع أو نقلل من الآثار الجانبية للعلاج يعني بصورة كبيرة جدا. فيعني تكون إن حد بيخاف إن هو هياخد علاج كيميائي أو علاج إشعاعي، الكلام ده يعني زي ما قلنا كده الآثار الجانبية بنحاول نقللها على قد ما نقدر، لأن الاهتمام برضو بنوعية الحياة بتاعة المريض ده مهم. أنا مش عايز أدي المريض علاج ويقعد يعاني مثلا فترة العلاج ممكن تقعد 6 شهور، أنا مش عايز المريض أو السيدة تقعد في البيت 6 شهور أو تقعد في المستشفى 6 شهور، لا هي لازم هتنزل وهتمارس حياتها يعني إلى حد ما طبيعية مع أخذ يعني إجراءات كده احتياطية بنعرفها لها.